بجد طيب حضراتكم مشاهدينا، لازلنا مستمرين مع حضراتكم في صباح اون تايم. زي ما حضراتكم عارفين ان دايما بيكون قبل بطوله كاس الامم الافريقيه دايما بيكون في جوله للكاس نفسها بتمر في كل الدول المشاركه في هذا الحدث الرياضي، وايضا يعني من العادات والتقليد مشاركه عدد من الشباب والفتيات في كل بلد احتفالا بهذا الشان. خليني اقول لحضراتكم ان شوارع القاهره شهدت جوله لكاس الامم الافريقيه، وصلت للعاصمة الإدارية حيث ستقام هناك احتفالية خاصة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية بمناسبة جولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. بالنسبة للمشاركين في هذه الاحتفالية هيشارك أكثر ما يزيد عن 750 شابا وفتاة من مختلف محافظات مصر خلال الحفل اللي هيقام بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية. وزي ما حضراتكم شايفين طبعا الكأس موجودة معها حراسة وعدد من الاحتفالات الخاصة وتصوير وميديا، فبالتالي شيء جيد جدا ان احنا نشوف الكاس ان شاء الله، نتمنى عودتها لمصر بعد البطوله اللي هتكون في الكاميرون باذن الله. حقيقه ان دي من اجمل الحاجات اللي الواحد بينتظرها. بنتكلم هنا في تفاصيل كتيره جدا يمكن الناس عاشتها امبارح من بهجه وانبساط وفرح، انه احنا بنتكلم في كاس الامم الافريقيه. اخر نسخه كانت في مصر، كانت موجوده هنا في 2019. يمكن تكون مصرنا الحبيبه ما كانتش موفقه في البطوله دي على الاخص بعد الخروج من منتخب جنوب افريقيا، ولكن بيظل دائما المشهد ده هو الاجمل والابرز، مشهد كمان المشجعين بتيشرت منتخبنا المصري اللي بيحتفلوا وبيسعدوا وبينتظروا اي لحظه عشان يحتفلوا بيها بالبطوله دي وكل الذكريات الجميله اللي مرتبطه مع المصريين ببطوله كاس الامم الافريقيه. امبارح طبعا كنا سعداء جدا كمان بوجود الكاس هنا عندنا في القناة علشان يدخل قناة On Time Sports، وطبعا كل الكباتن يتصوروا معاه، وطبعا لحظة من أجمل اللحظات. وحقيقي يعني احنا سعداء انه كأس الأمم الإفريقية فعلا عمل تور هنا عندنا في On Time Sports، كانت من أجمل اللقطات الجميلة جدا. يا رب تكون اللقطة دي وش خير على مصر إن شاء الله في البطولة دي وفي العام ده إن شاء الله كده، ونسعد بتكون المنتخب المصري بيشرفنا دايما وبنفخر بوجوده في مكانة محترمة بإذن الله. امبارح